أهلا وسهلا رفيق تلاتلي، شيف رفيق تلاتلي من نابل. السياحة الأكل التونسية هي عرصة كبيرة من السياحة التونسية، على خاطر السائح وقت يجي لتونس أول حاجة اللي وجهه هو الماكلة، وكلوا بالقداء ورقدوا بالقداء تاخذ شهرة تونس، تاخذ شهرة بالحكاية هذه. ولذا يلزمنا نطوروا في الحكاية هذه ويلزمنا نقدموا أكثر وأكثر في النزول متاعنا وفي أي بلاصة كانت للأكل التونسية. هامة برشا، حابني نقول لك فما برشا أكلات اللي نجموا نقدموهم وما نحشموش باش نقدموهم، يعني فيهم بصمة تونسية اليوم، أكلات تونسية فيهم بصمة تونسية. ما ناش مجبورين باش نعملوا حار، ما ناش مجبورين باش نعملوا قرا وبرشا زيت، لكن يلزمنا نقدموا الأكلة التونسية. وقت تمشي بوفيه في وتيل تلقى كلها ماكلة تونسية أجنبية وما تلقاش التونسي، وكونترير اش معناها في تونس في نزل يعملوا سواري تونسيان، مي كل يوم يلزم تاكل تونسي هكا ولا اش معناها تو ان تونيزي يلزمك تاكل تونسي. دونك انا نقترح اللي في النزل 80% من الماكله في البوفيه لازم تكون تونسيه و 20% اجنبيه. تو التوريست تعمل ستاسيون، تعمل له ستاسيون دو بات، تعمل مقرونه والراجل يرولي في المقرونه ويطيب في المقرونه شيخين، وما تعملوش ستاسيون تاع كسكسي اللي ما يعرفش كيفاش ياكل كسكسي. فوالا حاجه مهمه نجاوبك. هذا صار فينومين جديد، علاش؟ على خاطر الرجل والمراه التونسيه يخدموا، والمراه التونسيه ما عندهاش الوقت باش تطيب كيما قبل، تعمل لهم حوريه وسلطه مشويه والحكايات هذوم الكل، ما عادش عندها وقت. دونك يا ما جعت برا اشري بيتزا، برا اشري همبرجر، معناها نميلوا للحاجات الاكل الخفيفه كما يقولوا هما، وهي مش خفيفه، هي ثقيله بالكل. نحافظ عليها بالك شيء كما قلت لك في العائلات ممكن قاعده تضمحل شويه، على جال خاطر يخدموا وما عندوش الوقت باش يطيبوا. لكن سامحني، لكن اش معناها في ايكول اوتوليير تونسيه ما يقريوش الاكل التونسيه؟ اش معناها؟ يلزمنا نعرفوا التلامذه نتاعنا كيفاش يطيبوا تونسي. اول حاجه اللي لازم تخلق، ما عادش علاش كيما نرجعوا للكلمه اللي قلتها انا، على خاطر الطباخين ما يعرفوش يطيبوا تونسي وما تعلموش في المكتب في ليكول اوتوليير، ما تعلموش باش يطيبوا تونسي، حاجه مش حلوه. يعني اليوم انت تدعو اليوم الى مراكز التكوين خاصه في الطبخ اليوم انهم يرجعوا يطيبوا على الاقل، يعملوا حاجه الماكله التونسيه هي تكون الاساس، والماكلات الاجنبيه هي تكون الثانويه. المبادره منك انت هذا هو مبادره، ويلزمنا نعملوها، يلزمنا نعملوا مجهود باش نوليو نطيبوا تونسي ونعرفوا بالتونسي ونتعلموا نطيبوا تونسي. بصراحة سؤال شخصي، أنت اليوم معروف شيف كبير وعندك معناها ميداليات ومسابقات، ربحت في برشا مسابقات وتبارك الله صلي على النبي معروف في تونس، ما تتأسفش اليوم أنك تمشي المطاعم معروفة في تونس ولا النزل معروفة ما تلقاش أكلة تونسية، ما تتأسفش؟ نتأسف ونعمل الملاحظة هذه ونقول لهم وين التونسي وشنو اللي طيبته تونسي، بخلف بريك وشربة وسلطة مشوية ومن بعد ما نعرف شنو حاجه وكوشه، فوالا كوشه اسهل حاجات يعملوها، وما تلقاش ماكله تونسيه كما يلزم. خساره، ويلزمنا نعملوا مجهود لهذا. على اول الاولين هي امي الله يرحمها، هي اللي غرمتني بالاكله بالماكله التونسيه، وكانت صنفه كبيره، وهذيك اللي غرمتني وواصلت في الميدان هذاك وتعلمت الطبخ التونسي اجنبي، تعلمته بيان سور نعمل الالماني فرنساوي انسيت سويت، مي التونسي انا شد فيه صحيح، ويلزمنا نعمله تونسي ويحيى تونس.